شيخ صالح، هل يؤخذ يعني هذا أن كل من قال لا إله إلا الله استوجب دخول الجنة؟ إذا قالها مخلصا لله معتقدا معناها ويريد بها وجه الله فإنه يدخل الجنة، فإنه يدخل الجنة بذلك. فلو مات بعد أن قالها معتقدا لها دخل الجنة، وكذلك لو عاش بعد النطق بها ومات فإن مآله إلى الجنة، ولو كان عنده كبائر دون الشرك فإنه من أهل الجنة، قد يعذب بالنار أو يعفو الله عنه لكن مآله إلى الجنة. فأهل التوحيد مآلهم إلى الجنة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم.